موجز الأخبار من قناة طيبة، أهلا بكم. قالت مصادر مطلعة إن المواقف التفاوضية بين وفد الحكومة وحركة الحلو لا تزال متباعدة ولا تشهد أي تقارب في كافة القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات. وبحسب المصادر فإن كل القضايا التي جرى فيها النقاش لا تزال معلقة، أبرزها الفترة الانتقالية والملف الاقتصادي وإصلاح أجهزة الدولة العدلية والخدمة المدنية. نفذت قوة تابعة للجنة التمكين إخلاء بالقوة لمنزل القيادي بالنظام السابق علي عثمان طه بضاحية منشية بالخرطوم بحجة الحصول عليه دون وجه حق. وتحتج أسرة طه بأن قرار الإخلاء لم يصدر من محكمة يمكن استكمال كافة مراحل التقاضي عندها بشأن الإخلاء. من جهته أدان حزب المؤتمر الوطني ما أقدمت عليه لجنة التمكين من إخلاء لمنزل القيادي بالحزب علي عثمان طه، معتبرا أن هذا الفعل يتنافى مع القيم والأخلاق. وأضاف الحزب في بيان له أن سلوك ما تسمى لجنة إزالة التمكين اليوم أعطى العالم دليلا جديدا على زوال دولة القانون وذبح العدالة في بلادنا. لقي 5 أطفال وامرأة مصرعهم وأصيب آخرين بمنطقة مورني بولاية غرب دارفور إثر انهيار جبل ترابي عليهم خلال عملهم في جرف التربة بغرض التشييد المنزلي. وقال شهود عيان إن مجموعة من النساء والأطفال كانوا يعملون على استخراج تراب طيني من موقع جبلي في منطقة مورني جنوب مدينة جنينة قبل أن ينهار عليهم. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.